ثم قال: باب رفع العلم وظهور الجهل. هذا العلم بضاعة الله سبحانه وتعالى الغالية، ولا يمكن أن يجعله بدار هوان، وإذا تودع من الناس ولم يلقى فيهم خير فسيرفعه الله، فيسرى على القرآن فيمحى من القلوب والمصاحف، ولئن شئنا لنذهبن بالذي أوحينا إليك. في ليلة واحدة يسرى على القرآن فيمحى، فتصوروا إذا رفع هذا القرآن في ماذا يعيش الناس وكيف تكون حياتهم بعد انقطاع الصلة بالسماء. تعرفون بكاء أبي بكر وعمر رضي الله عنهما في زيارتهما لأم أيمن بركة ولاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد قال بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم: تعال بنا نذهب إلى أم أيمن نزورها كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزورها. فأتياها فلما جلس بكت، فقال: وما يبكيك؟ أما علمت أن ما عند الله خير لرسول الله صلى الله عليه وسلم من هذه الدنيا؟ قالت: أما إني لا أبكي لأني لا أعلم أن ما عند الله خير لرسول الله صلى الله عليه وسلم من هذه الدنيا، ولكني أبكي لانقطاع الوحي من السماء. فهججتهما على البكاء فبكيا. انقطاع الوحي من السماء مصيبة عظيمة ما عرف الناس مثلها، أعظم مصيبة عرفتها الخلائق انقطاع الوحي من السماء. لكن ستأتي هذه المصيبة الكارثة التي هي رفع الموجود من الوحي أصلا، فلا يبقى هذا القرآن لا في الصدور ولا في المصاحف، نعوذ بالله أن ندرك ذلك. وفي آخر الزمان تكثر الفتن والمصائب في الدين، فحينئذ يرفع العلم، وسيأتينا ذكر رفعه وأنه بموت أهله، كما سيأتينا قريبا في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله لا يقبض هذا العلم انتزاعا ينتزعه من الناس، ولكن يقبضه بموت أهله، حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا، فاستفتوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. وفي رواية الترمذي: فاتخذ الناس رؤساء جهالا، فاستفتوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. وظهور الجهل هو في مقابل العلم، لأن المحل القابل للصفة لا يخلو منها أو من ضدها، والإنسان في الأصل قابل للعلم وقابل للجهل فهو ضده، فإذا رفع منه العلم لم يبق إلا الجهل، فهما ضدان لا ثالث لهما، والضدان هما الأمران الوجوديان اللذان بينهما غاية المنافاة، ولا يجتمعان ولا يرتفعان إلا إذا كان لهما ثالث. فالضدان قد يكون لهما ثالث كالبياض والسواد فلهما ثالث وهو لون آخر، وقد لا يكون لهما ثالث كالحياة والموت وكالعلم والجهل ونحو ذلك. فهذه من الأضداد التي ليس لها ثالث، وحينئذ لا يجتمعان ولا يرتفعان، لا بد من وجود أحدهما. فالإنسان لا بد إما أن يكون عالما وإما أن يكون جاهلا. والجهل يطلق على أمرين، يطلق على ضد العلم وعلى ضد الحلم. فإطلاقه على ضد العلم وصفه جاهل، وإطلاقه على ضد الحلم وصفه جهول. فالجهول هو صاحب النزق والطيش وخفة العقل والاعتداء والبغي، هذا الذي يسمى جهولا، فهو من الجاهل الذي هو ضد الحلم. ومنه الجاهلية، الجاهلية التي ذكرت في القرآن، ليس المقصود بها من الجهل الذي هو ضد العلم، ففيها بقايا علم، فيها بقايا أهل الكتاب وفيها بعض الكتب المنزلة، لكنها من الجهل الذي هو ضد الحلم، فأهلها أهل نزق وطيش وقطيعة واعتداء وبغي. وضد العلم كما ذكرنا وصفه جاهل. وضد الحلم وصفه جهول. عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من أشراط الساعة أن يرفع العلم ويثبت الجهل ويشرب الخمر ويظهر الزنا.
هذا الحديث فيه بعض أشراط الساعة أي علاماتها، والأشراط جمع شرط بالتحريك، والشرط بالتحريك هو العلامة. وأما الشرط بالإسكان فهو التعليق وجمعه شروط لا أشراط، فالأشراط جمع الشرط بالتحريك وهو العلامة. وأشراط الساعة تنقسم إلى ثلاثة أقسام، إلى أشراط كبرى وأشراط وسطى وأشراط صغرى. فالأشراط الكبرى هي مثل خروج الدجال وما بين خلق آدم وقيام الساعة فتنة أعظم من فتنة المسيح الدجال، وخروج يأجوج ومأجوج وطلوع الشمس من مغربها ونار تخرج بقارعة عدنة تسوق الناس إلى المحشر، وهدم الكعبة حجرا حجرا، وخروج الدابة في أشرف المسجدين في رمضان. وهذه هي الأشراط الكبرى، الدخان ورفع القرآن وخروج نزول المسيح ابن مريم عليه السلام. أما الأشراط الوسطى فمنها أن يفيض المال وأن يتطاول الناس في البنيان، أن ترى الحباة العراة العالة رعاء شاء يتطاولون في البنيان، وكذلك فشو العقوق للوالدين، أن تلد الأمة ربتها وأن تلد الأمة ربها، ربتها في حديث عمر وربها في حديث أبي هريرة. والأشراط الوسطى هي ما يحصل في وقت ثم يخف في وقت آخر، هذا الفرق بين الأشراط الصغرى والأشراط الوسطى. فالأشراط الوسطى تستمر والأشراط الصغرى تتقطع، فتظهر إذانا بأن الساعة قربت ثم تختفي أو تنقص. فمن ذلك ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم هنا في حديث أنس، إن من أشراط الساعة أن يرفع العلم، أن ينقص العلم، فقد كان الناس في زمان النبي صلى الله عليه وسلم، أنتم في زمان كثير قراؤه أو فقهاؤه، كثير فقهاؤه قليل قراؤه، قليل من يسأل كثير من يجيب. وبين أنه سيأتي على الناس زمان كثير قراؤه قليل فقهاؤه كثير من يسأل قليل من يجيب، وذلك برفع العلم. فكثير من العلوم يبحث الإنسان ويضرب آباط الإبل في طلبها فلا يجد من يتقنها، ويتقاصر الناس عن العلوم ويتشاغلون بما دونها، فيكون الأذكياء يتجهون إلى علوم الدنيا لأن الذي يرجى منها من الرواتب والوظائف أكبر، وتبقى المتردية والنطيحة وما أكل السبع هم الذين يشتغلون بعلوم الشرع، وهؤلاء لا يأخذون منه ما يرفع به الرأس، وهذا هو رفعه، أن يرفع العلم ويثبت الجهل، في مقابل رفع العلم يثبت الجهل بالناس. وهنا ذكر الرفع معناه أن العلم والجهل موجودان معا في الأرض وهما يتحركان فيها، لكن يرفع أحدهما هو العلم ويثبت الآخر فيها، فيثبت الجهل في مقابل رفع العلم. ويشرب الخمر، كذلك من أشراط الساعة أن يكثر شرب الخمر، والخمر أغلب إطلاقها مؤنثة، كما قال زهير بن أبي سلمى: أزور امرأ لا تفسد الخمر ماله ولكنه قد يفسد المال نائله. وهنا في هذا الحديث جاء تذكير الخمر، والمقصود بشرب الخمر إظهار ذلك وإعلانه، فقد كان الناس حتى في قديم الزمان في بداية الإسلام يشربه بعض الفساق وبعض، لكن لا يجاهرون بشرب الخمر بل يسرون ذلك ويكتمونه، ومن فعل ذلك على استحياء فهو مثل عصاة المؤمنين، في قلبه إيمان يمنعه من المجاهرة. وقد سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن المؤمن فقال: من سرته حسنته وساءته سيئته فذلك المؤمن. فالذي تسره حسنته وتسوءه سيئته في قلبه وازع ودافع إيماني يدعوه للخير ويزعه عن الشر،
لكن المقصود بشرب الخمر أن يكون ذلك علناً دون استحياء، ونحن نشاهد ذلك في زماننا. فالكثير من المؤسسات تيسر ذلك للناس وتسعى لدعوتهم إليه، فالطيران في كثير من الشركات وهي تبحث عن الربح، ومن المفروض أن تكون حريصة على المال وأن لا تبدده، تشتري الخمور الغالية وتوزعها بالمجان على الركاب وتعرض على كل أحد، من يريد ومن لا يريد، فهذا شرط من أشراط الساعة. ومثل ذلك ما تشاهدونه في البنادق والأسواق في كثير من البلدان من الاستعلان بشرب الخمور وعدم الحياء من ذلك، فهذا شرط من أشراط الساعة. ويظهر الزنا كذلك من أشراط الساعة، إظهار الزنا. والزنا كذلك مثل ما ذكرناه في الخبر أنها مذكرة ومؤنثة، كذلك الزنا مقصور وممدود، فيقال فيه الزناء والزنا. والفقهاء يقولون إن من القذف أن يقول الرجل لآخر يا ابن المقصور الممدود، المقصور الممدود هو الزنا، فلو قال له يا ابن المقصور الممدود يعتبر هذا قذفا. يظهر الزنا، المقصود بظهوره أن لا يستحيا منه وأن يشيع ويذيع بين الناس. ثم قال: وعنه رضي الله عنه، أي عن أنس أيضا رضي الله عنه، قال: لأحدثنكم حديثا لا يحدثكم أحد بعدي، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن من أشراط الساعة أن يقل العلم ويظهر الجهل ويظهر الزنا وتكثر النساء ويقل الرجال حتى يكون للخمسين امرأة القيم الواحد. فأنس رضي الله عنه قال: لأحدثنكم، وهو يخاطب أصحابه وقد طال عمره بدعوة النبي صلى الله عليه وسلم له، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: عش قرنا، فيقول إنه دعا له بالبركة في عمره وفي ولده وماله، فكان نخله يلد مرتين في السنة، يثمر مرتين، ودفن 100 ولد من صلبه، وعاش أكثر من 100 سنة، وقد خدم رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 سنين. فقال: لو حدثنكم حديثا لا يحدثكم أحد بعدي، معنى لا يحدثكم هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أحد بعدي، فهو من أواخر الصحابة موتا، وبالأخص في البصرة التي كان فيها، فالصحابة رضوان الله عليهم تفرقوا في الأمصار، وأهل كل مدينة يشتهر لديهم الصحابي الذي هو آخر من مات بتلك المدينة، ومنهم من هو راوي كأنس، ومنهم من هو رائم كأبي الطفيل عامر بن واثلة، فهو آخر ومات بمكة من الصحابة وهو رائم وليس راويا، فقد رأى النبي صلى الله عليه وسلم ولكن لم يروي عنه. والصحابة لا يشترط لهم الرواية بخلاف التابعين، فالتابعي من شرطه أن يروي عن الصحابي، لا يكون أحد من التابعين إلا إذا روى عن الصحابة. أما الصحابة ولا يشترط لهم رواية عن النبي صلى الله عليه وسلم، بل كل من آمن به ولقيه ورآه على الوجه المتعارف في الدنيا ومات على دينه فهو صحابي ولو لم يروي عنه شيئا. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن من أشراط الساعة أن يقل العلم. وهذا شرح لرفعه، فرفعه لا يكون جملة واحدة كرفع القرآن يسرى عليه في ليلة واحدة، بل يكون بالتدريج والتقسيط وموت أهله، وحينئذ يقل العلم. ويظهر الجهل في مقابل قلة العلم أن يظهر الجهل، وقيل معنى الظهور أن يرتفع الأسافل على الأعالي، أن يرتفع أهل الجهل فتكون منزلتهم أعلى من منازل أهل العلم، وذلك
موجود وقد عرفه الناس حتى إن الزمخشري وهو محمود بن عمر رحمه الله قد قال أبياته التي قلت لكم من قبل، وقدم وأخرني دهري وقدم معشرا على أنهم لا يعلمون وأعلم. وقيل معنى الظهور هنا ما سبق في الحديث السابق أنه يثبت أن ظهوره وثباته واستقراره في الأرض كأنما ضرب بعطن فأصبح ظاهرا لا يتمارى فيه. ويظهر الزنا، يظهر الزنا بدل أن كان خفيا مكتوما يظهر فيصبح مشاهدا إما على الشاشات والعرض وإما بعدم استحياء أهله منه على الشواطئ ونحو ذلك، يظهر الزنا. وتكثر النساء ويقل الرجال، تكثر النساء، هذه الكثرة يمكن أن تكون حسية ويمكن أن تكون معنوية، فالنساء في كل بلد الآن حسب الإحصائيات أكثر من الرجال، وأيضا قد يكون ذلك معنويا، معناه يكون كثير من الرجال في عداد النساء فهم غير منتجين ولا مثمرين ولا لهم فائدة في دين ولا في دنيا، ويصدق فيهم قول الشاعر: فستة رهط به خمسة وخمسة رهط به أربعة. فهذا الذي لا يفيد. ويقل الرجال، والمقصود بالرجال أهل القوامة الذين ينفعون في الدين والدنيا، ولذلك قال: حتى يكون للخمسين امرأة القيم الواحد. فهؤلاء هم الرجال، والغالب في النصوص الشرعية في القرآن أن لفظ الرجال لا يطلق إلا على من كان فيه وصف حمد. ففي سورة النور يقول الله تعالى: الله نور السماوات والأرض، مثل نوره كمشكاة فيها مصباح، المصباح في زجاجة، الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار، نور على نور، يهدي الله لنوره من يشاء، ويضرب الله الأمثال للناس، والله بكل شيء عليم. في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه. نوره في بيوت، هذا النور محله ما هو في بيوت هي المساجد. أذن الله أن ترفع بمعنى أمر أن ترفع ويذكر فيها اسمه. يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله. هم الذين يسبحون له بها في الغداة في الصباح والآصال العشايا، ولا يلهيهم أمر الدنيا عن أمر الدين. والقراءة الأخرى قراءة شعبة وحمزة، أقصد شعبة ونعم حمزة: يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله. يسبح له فيها، وهذا يسمى تكرير الإسناد. فأصل الكلام يسبح له فيها بالغدو والآصال، فيقال: من يسبح له فيها؟ فيكون الجواب: رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله. وفضل ذا تكرر الإسناد والنيل بعض اليأس للمراد. وهذا أسلوب عربي معروف، منه قول الشاعر: ليبكى يزيد ضارع لخصومة ومختبط مما تطيح الطوائف. وقول الآخر: ليبكى وكيع خيل ليل مغيرة. فهو من تكرار الإسناد. حتى يكون للخمسين امرأة القيم الواحد، خمسون امرأة إذا كان لها قيم واحد معناه شخص واحد هو الذي ينفق على هذه الأسر كلها، فهو الوحيد المنتج الذي يستطيع النفقة والقيام. هذه القوامة أيضا ليست مختصة بالنفقة فقط، بل فيها أيضا رعاية وحماية وغيرة، كما قال جرير بن عطية من خطفة في الحجاج: أمن يصول كصولة الحجاج، أمن يغار على النساء حفيظة إذ لا يثقن بغيرة الأزواج، أمن يغار على النساء حفيظة إذ لا يثقن بغيرة الأزواج. هذه قوامة. واليوم
نجد كثيرا من الأسر مدارها على شخص واحد فهو القيم عليها جميعا. وقد كان هذا في بعض البيئات يوجد، كقيس بن عاصم المنقري رضي الله عنه وهو من الصحابة، وفي وفاته رثاه الشاعر فقال: وما كان قيس هلكه هلك واحد ولكنه بنيان قوم تهدم. ومحل الاستشهاد في الحديث أن يقل العلم، فهو نظير قوله أن يرفع العلم في الحديث السابق.